صارت الساعة 8 هوني. قلت له الساعة 8 بتفوتوا؟ قال لا 8 ونص. 8 ونص بدها تيجي؟ قالت له معاه مهلك لازم. وطلع الصوت، طلع الصوت الصاروخ. جينا ولا ضير بالمدرسة وضير بالصف الأول تبع المدرسة. جينا لهون صرنا نسعف أولاد ونطالع لبرا المنصابين، طالعنا بيجي 20 جسم مشقفين، وفي بيجي 7 8 شفت المنصابين، ودربة مصطفى خوجه كمان 7 8 أشخاص، 10 أشخاص اللي شفتهم مشقفين هودي مستشهدين. تعرضت بلدة أنجارة لأربع غارات من الطيران الحربي الروسي بتاريخ 11/1/2016 في أوقات وقت دوام المدرسة الصباحي. أول 3 غارات كانت استهدفت المدارس، الحصيلة كانت 12 شهيد أنسة و11 تلميذ. الغارة الرابعة استهدفت أحد المنازل المدنية وكان حصيلتها 8 شهداء.